رجعنا معاكم مشاهدينا، واكيد معنا ضيف مميز في الاستديو. راح نتكلم اليوم عن كيفيه تحويل الفكره الى مشروع. ضيفنا لهذا اليوم مهندس ومطور اعمال ومشاريع الاستاذ علي طالب عبد الرحيم، حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. حياك الله. قبل شوي كنا قاعد نتكلم عن الابداع، شلون انا انجز فكرتي وشلون انا اقدر احط بصمه واضحه في المجتمع، شلون انا بالفعل يكون لي بصمه ويقدرون الناس يقولون عني انا مبدع. مو كل شخص اليوم سوى اي شيء نقول انه مبدع. شلون انا اقدر الاقي فكره حق مشروع وابلش طورها. ان شاء الله. بالبدايه بشكركم كتلفزيون الكويت برنامج قلب الاستضافه. بالبدايه اول شيء لازم اساس نحول اي فكره الى مشروع، لازم يكون عندنا فكره ابداعيه وتكون الفكره قويه وفيها ابداع معين او شيء بشكل معين اساس تقدر تحولها الى مشروع يكون مشروع ناجح. فالفكره لازم تكون في قوتها في صلابتها كفكره نفسها مرتبطه مع عدد من الافكار الصغيره، خلينا نقول اساس تتكون عندنا تبلور، عندنا فكره معينه نقدر نحولها متكامله، نقدر نحولها الى مشروع تجاري مثلا. كبسيط او كبير ان شاء الله. خلينا نتكلم عن فكره الابداع في الفكره، يعني اليوم انت قاعد تقول لازم انا يكون عندي افكار صغيره عشان اطلع فكره متكامله، لازم انا تكون عندي الفكره ابداعيه وقويه، شنو خلينا نقول المعايير اللي بالفعل تحط الابداع او نقدر نقول عنها ابداعيه في هذه الفكره اللي ممكن تتحول لمشروع؟ هي طريقه توليد فكره ابداعيه. في طرق يعني عديده في الدراسات، يعني في كثيره يقولون يعني تقريبا اكثر من 100 طريقه. بس احنا الاساس الوقت راح نذكر يعني بعض هذه الافكار. اول شيء فكره ان نفكر بالمقلوب. يعني مثلا نقول ان مثلا احمد راح المدرسه. نفكر العكس، نقول المدرسه يدرس فيها احمد، لا يد حق احمد. اوكي، مثلا العكس، نقلب الفكره. هني هذه الفكره مثلا اوضح اكثر مثلا الموضوع هذا. مثلا خلينا نقول مثال ثاني، ان احمد راح المطعم يا حق احمد. من هنا يطلع عندنا خدمه الدليفري اللي شفناها، مشاريع الدليفري اللي هي توصل الاكل حق. ممتاز. اذا هو قلب الفكره راسا على عقب حتى بمفهومها، مو بس يعني. انك انت تغير المفاهيم هنا. بالنسبه هذه طبعا طريقه قلب الفكره. في طريقه ثانيه هي طريقه العصف الذهني. العصف الذهني دائما نقعد نحاول ما نلغي الفكره اول ما تطلع. نحاول نجدد التفكير فيها. وطبعا الكم يعطي، يعني ناخذ الكم اساس انه يكون عندنا الكيف اخر شيء بالفكره. فنقول مثلا لو نقول الحين في مثلا كلمه مثلا بحر. راح نتذكر كلمه ثانيه مثلا لون ازرق. الازرق راح نتذكر مثلا سما. راح نتذكر شغله ثانيه، فراح نرتبط في عده كلمات. راح تتولد عندنا فكره معينه. راح نقدر نوصل الى فكره ابداعيه. هذه طريقه العصف الذهني. في طريقه الخرائط الذهنيه. الخرائط الذهنيه. نسوي خريطه ذهنيه، نحط الفكره ونحط شنو اساسها وليش والعقبات، وتكون خريطه ذهنيه كامله. تحط لك خطه للفكره. ايه، ترسمها كخريطه ذهنيه. هذا طبعا في دورات خاصه شلون نرسم خريطه ذهنيه. هذه اساس سهله الحفظ هالشيء. اهم شيء في الفكره ان احنا مهما كانت الفكره صغيره او كبيره، او حتى لو نقول فكره والله ما لها قيمه حاليا، دونها، لان هذه الفكره ممكن يوم من الايام راح تبني عليها افكار وراح صحيح. تكون هي الفكره اللي هي راح تكون. طيب بدليل كلامك يعني كثير من الاشياء، يمكن انا وايد استشهدت بالمثال موضوع السمارت فون، يعني منو كان يتوقع ان احنا بيوم من الايام راح نمسك موبايل وكل شيء بالتاتش؟ يعني حتى الحين في افكار قاعد تقول انه ممكن احنا نستخدمها وراح تكون الشاشه على ايدنا، على احنا راح نستخدمها بهالطريقه. فهل هذه الافكار هي بالفعل اللي تنتج المشروع من وجهه نظر مشروعكم الخاص؟ طبعا اذا تكون عندنا فكره، طبعا كفكره نولد عندنا، تكون تولد عندنا فكره معينه، نقيس فعاليتها ونشوف هالفكره شلون نقدر نطبقها في المشاريع، يعني نسوي لها دراسه جدوى. معينه نقدر نسوي حق هالفكره تقييم بين المنافسين، اذا كانت موجوده، اذا كانت فكره مطوره مثلا موجوده بس بطورها بطريقه معينه، مثل التليفون. مثل ما تفضلتي الايفون او السمارت فون. الامور هذه طلعت ان الفكره ان انا ابي تليفون، مو الفكره تاتش، انه بدقمه واحده اتحكم في التليفون هذا كله. ممتاز. اوكي، فطلع هذا التليفون وصار التاتش. في اشياء يمكن الناس تقف عندها مثل ما انت قلت، يعتبر ان هذه الفكره ممكن تكون غير مجديه او ما لها قيمه، بعدين نكتشف ان لا، في ان هذه الفكره في اساسها هي اللي تطلع الفكره الاكبر. شلون يكتشف الشخص اليوم لما هو قاعد يفكر او يحط مجموعه افكار، شلون يعرف ان هذه الفكره راح يقدر هو بالفعل يبلورها عشان توصل لمشروع؟ يعني من خلال الارتباط معاكم انت وكمشروع، شلون نحول فكرتنا الى مشروع؟
مشروع. طبعا اي فكره هي تقدر تحولها لمشروع، اي فكره سواء كانت صغيره او كبيره. ما في افكار مستحيله؟ ما في فكره مستحيله، لان اي فكره حتى لو كانت الفكره غير مقبوله اليوم فباكر ممكن تكون صحيح. هي مشروع وكبير ومقبول في صحيح. في كل مكان. يعني حتى فكره ان التليفون، نرجع لفكره التليفون، انه كان تليفون بزر واحد ما كانت مقبوله يمكن، بس هم طوروها ولليوم نشوفنا التليفون اكتسح كل الشركات وخسر شركات يمكن عالميه صحيح. كبيره. فالفكره يعني لما تنولد عندنا الفكره الابداعيه هذه نقدر ناخذها ونحولها حق اي مشروع، بس مثل ما قلت لك في اربع امور. اول شيء نقيس الفعاليه، فعاليه الفكره نفسها، نشوف الفكره هل في قبول ولا ما في قبول كمجتمعي، في قبول مجتمعي معين او شيء، شلون اقدر ادخلها داخل المجتمع، شلون يتقبلها المجتمع، شلون نسوي لها النولج مالها والشغلات. اثنين دراسه الجدوى، طبعا الامور الماليه للفكره هل تحتاج اني ابدي فيها طريقة معينة مثلا في اتجاه، أو أرجع خطوتين ثلاثة وأبدي في المشروع. ثلاثة عندنا في المنافسين، إذا في منافسين معينين. وأربعة طبعا شلون أقدر أبيع الفكرة وأخلي ممتاز. علي إحنا معانا أصور على الهواء قاعد نشوفها، خلينا نتكلم عنها. هذه الأصور اللي حضرتك زودتنا فيها، هذه الأصور هني موجودين على هذه الشاشة قدامك. هذه الأصور طبعا الصور موجوده، ان طبعا من اهم بالنسبه لهذه الصوره اهم شيء ان الواحد اساس يبدي يطلع فكره ابداعيه هي تعتمد على الحلم. تمام. فاول شيء الدريم، احلم زين، ودائما استرخي وخل عندك انت يعني اغلب الاماكن تطلع عندك افكار ابداعيه تكون بالسفر، في اماكن جديده، في المجمعات، في القهاوي والامور هذه. في مرات تكون وانت بتنام يعني بين النومه وبين انك قاعد تطلع عندك فكره عظيمه وتتخيلها وتتخيل نتائجها، ولكن لما تقعد الصبح لانك ما دونتها على طول دونها تتناسب. الحين عندنا التليفون دون، لان هاي الفكره هي الفكره يمكن تكون اللي تطلع هالشيء، لان هي في العقل يسترخي وياخذ افكار. طبعا انت دائما حتى لما تحط الخبرات اللي عندك، انا في صوره ما ادري اذا موجوده او لا قاعد نحط يمكن الشاشه، ان العقل ساعات ياخذ المعارف ياخذ المعارف كنقط وبعدين نقدر نرتبط فيها كخبرات، كنقاط نربطها في خبرات. لكن في ناس تقدر من هالنقط ترسم شكل، فهذا هو الابداع. ممتاز. اني ما اربطها بس بالنقاط هذه. بالنسبه للصور الثانيه قاعد توضح التخطيط. اهم شيء في الفكره ان الواحد نخلي فيها تخطيط اساس ان يكون تخطيطنا سليم اساس يبدي في مشروع ناجح ونقدر نبدي في هذا المشروع. زين، احنا تكلمنا وايد عن الفكره وشلون احنا نصير مبدعين وشلون لازم يكون عندنا اسس معينه، خلينا نتكلم شلون هذه الفكره تصير مشروع. انا شلون احولها الى مشروع؟ احنا الحين ان شاء الله وصلنا الى ان ولدنا الفكره مثل ما يقول الابداعيه، طلعت عندنا الفكره الداعيه ودرسناها كسوق ودرسناها في المنافسين وما المنافسين، يعني الامور هذه كلها. اليوم الحين بنحولها الحين الى مشروع مثل ما تفضلتي. اول شيء لازم يكون عندي ايمان كامل بالفكره. اقتناع. صحيح. اقتناع، لان اليوم اذا ما يعني انت مو مقتنع بالفكره ما راح تقدر تقنع الممول، اذا ممولك كتمويل راس مال، او ما تقنع الناس راح يشتروا منك هذا المنتج. اثنين لازم يكون عندنا اراده واصرار. نعم. مو اي شيء راح يبدي وراح نصعد على طول، ما في خطوه واحده نصعد. للاسف ان احنا عندنا اليوم في افكار وايد، ناس يحطون مشاريع، يحطون خطط جميله جدا، يبي يبلش دايركت ينجح من غير ما يواجه عقبات. ممكن ان انت بالفعل تنجح نجاح ساحق من البدايه، ما تتدرج في النجاح ممكن. ولكن اكيد لازم تواجه عقبات، هذا الشخص لازم يقتنع فيه قبل لا يبلش. العقبات هي اهم شيء، وخط الحياه. يعني احنا نرجع، ماني دكتور، لكن دكتور لما نروح حق مريض نلاقي عنده الشاشه هذه مالت القلب، نلاقي الخط يمشي يصعد يعني يصعد وينزل، هني نستانس ان نقول ان في حياه. لكن اذا لقينا خط سيده هذا ما في حياه. فالعقبات هذه امر موجود اساسا. طبعا اثنين ثلاثه لازم يكون عندنا راس مال يغطي هذه الفكره. الراس مال هذا ممكن يكون قليل وممكن يكون كبير، ممكن ما تكون الفكره تحتاج راس مال، بس شنو اللي تحتاج انك تبدي فيها الفكره؟ نعم، يعني حسب الفكره وقوتها يعتمد عليه راس المال. طبعاً اليوم انا عندي فكره جدا قويه، اعتقد ان هي ممكن تفيد المجتمع بشكل كبير. مثل ما انت ذكرت احنا ندرس تقبل المجتمع لهذه الفكره عشان نعرف شلون ندخلها له ونخليه يتقبلها او يقتني هذه الفكره ويبدا بالفعل انه يمارسها او يتعرف عليها. هل اليوم
احنا بقدر افكارنا لازم اذا ما عندي راس مال ابلش انه انا اقلل من مستوى تفكيري او مستوى ابداعي؟ لا، هي الفكره موجوده، اي فكره موجوده تحتاج راس مال، لكن اهم شيء لازم نعرف ان الراس مال مو راس مال يعني فلوس. الراس مال هو العقل. ممتاز. اذا فلسفه اخرى لراس المال، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. هو هو العقل. بالنسبه لاساس تطبيق الفكره، اساس نزيد فيها، لازم يكون عندنا اراده واداره. نعم. لازم يكون في اداره. ما نقدر ناخذ هالفكره ونقول لا احنا ما راح ندير هالجانب، ولا انا ما ادير هالجانب، ولا انا ابي بس الفكره هذه ادير فيها جانب معين وانا ما ادري. انا اهم شيء انه يكون الفكره انك انت عارف كل محتوياتها عشان تقدر تديرها بشكل صحيح، تشوفها بنظره شامله وتبلش تديرها بطريقه شامله. طبعا تكلموا في فكرتكم حق تحويل الافكار الى مشروع عن الخطط، لازم تحط لك خطه طبعا اهم شيء تعتمد عليها. خلينا نتكلم عن طريقه الخطط في هذا المشروع. بالنسبه للتخطيط، اي فكره لما تحولها الى 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 مشروع لازم تتابع الفكره هذه بعد ما حولتها الى مشروع في اربع اتجاهات معينه. اثنين منهم نقدر نسميهم اداره، واثنين منهم نقدر نسميهم استشاره. يعني ممكن انت تسويها او ممكن احد من المستشارين يقدر يسوون لك. بالبدايه نبي نشوف الفكره هذه في تطبيقها كتطبيق كتخطيط. التخطيط السليم لازم نحط لها خطه واضحه وين بنروح من هالفكره وشنو الاجراءات اللي بنسوي الهدف. احنا عندنا مشكله اليوم في تحديد الاهداف. يعني اليوم انا عندي مثلا فكره، مثل ما قلت لك في اوقات معينه تطلع معك فكره، لكن انت تؤمن ان هذه الفكره موجوده وفكره ابداعيه، ولكن لا ادري ما هو الهدف من وراءها. شلون انا اقدر احدد هدفي من افكاري؟ مجرد ما تحددين الهدف منها راح نبدي هنا ان حولناها لمشروع. راح نحدد الهدف. الهدف والله ان هذا المشروع يمشي على 1 2 3 او وتيره كماليه او وتيره نفعيه للمجتمع. اثنين نقدر نقول ان التنفيذ، شلون اقدر انفذ الفكره هذه حسب الخطه. هذا الجانب الاداري. الجانب الاستشاري هو المتابعه. وايد مشاريع اليوم عندنا في الكويت تبدي وتنجح وتصير بس ما في للاسف متابعه. ما عندهم متابعه، ما يتابع الفكره وما قاعد يطورها بشكل هذا. الاربعه الاخير اللي هو التقييم. لازم تقيم فكرتك، ان شخص يقيم لك الفكره المشروع بعد ما يمشي، لازم احد يقيمها لك، يا شخص من برا يا انت تقيم، يا ان الزباين نفسهم يقيمون يتاخذ فيهم ردود الافعال لهالشيء. شفنا مطاعم بدت اشتغلت، تنفيذ جيد، ديكور جيد، اداره جيده، كل شيء جيد، لما يو ما قام يهتمون في اراء الناس، قعدوا اخر شيء من غير ناس او قال انا خسرت. ما حد يخسر الفكره، الفكره لازم تداورها بهالمحاولة الاربعه. نعم، لابد ان يكون في متابعه. خلينا نتكلم ايضا عن الدورات اللي تعطيها. في دورات تعطيها تقول شلون تحول فكرتك الى مشروع بدون راس مال. اي نعم. خلينا نتكلم عن هذا. يمكن وايد يعني تستهوي الناس اليوم، كثير من الناس ما عندهم فكره عن طريقه راس المال. انا اليوم ببلش بمشروعي، شلون ابلش بهالطريقه؟ بالنسبه انا اقصد في الدورات هذه هو طريقه تحويل الافكار الى مشاريع من غير راس مال، وبدايه مشروع من غير راس مال. راس مال اللي هو فلوس اقصد فيها. طبعا راس مال هو العقل موجود لكن الفلوس لا موجوده. بالبدايه ان اي مشروع نقدر نشتغل فيه من غير راس مال. اليوم الانترنت والتواصل الاجتماعي اعطانا مساحه كبيره، كانه مول كبير. انا اسمي الانستغرام كانه مول كبير. صحيح. المساحات الموجوده فيه بلاش، تقدر تحط لك مساحه وتقدر تبيع اللي تبي تبيعه. تقدر تعرض بس، تقدر تبيع، تقدر تقول انا عندي خدمات معينه، تقدر تخدم، اليوم الانستغرام يبيع لك اي شيء تبيه. صحيح، وكانه مجله تسوق. كانه مول كبير، انا اسميه مول العالم. واليوم تقدر بالانترنت طبعا الشبكه العنكبوتيه تقدر تتواصل مع الصين، تقدر تتواصل مع كل الدول هذه وتتعامل مع اي شيء. اليوم في ناس ممكن ما يملك الماتيريال نفسها، يروح يعرضها بس في مكان. صحيح. كمسوق، وبعدين اذا يبونه يسوونه بري اوردر، يروح يطلبه ويجيبه وياخذ هو المبلغ. اليوم اي مشروع تقدر تبديه من غير راس مال وتجربه. يعني اسهل انك تاخذ فكره وتجربها مثلا في هالتواصل الاجتماعي اللي اعطوك اياها اللي هي فري، تجرب الفكره وتطبقها صح، اذا نجحت معك تقدر تحولها الى مشروع. نعم. خلينا نتكلم عن موضوع الدورات اللي تقدمها مهندس علي، خصوصا ان انت تميل حق فكره ان انا فكر بايجابيه، فكر بابداع وحط مشروع. خلينا نتكلم عن فكره هذه الدورات اللي تقدمها. الدورات اللي اقدمها دائما تكون فيها تحفيز الى ان تحفيز الشباب للبدء في مشاريع. اليوم الكل يقدر يبدا بمشروع. لمت الواحد لازم يفكر انه هو يكون موظف، لازم. صحيح. اليوم يطلع ويطلع يعني. صحيح. الى من الوظيفه الى وظيفه احسن، او الى مثل مشروع خاص اخر وكله. إيه؟ دخل اكبر.
فاليوم كل السبل المتاحة انك تبني مشروعك تبني عملك باي بدون تكاليف. نعم. واليوم يعني شغلة ان مشروع من غير راس مال وايد سهلة. هو انا اعتقد الانستغرام الناس صحيح. كلها عارفة وقاعد تشوف ان كل هالمشاريع بدت صحيح. وهذا يمكن انا قلته في بدايه الحلقه من خلال موضوع الابداع، قلت انه بالفعل اليوم في وايد ناس عندهم افكار ابداعيه ولكن ما يعرفون يركبونها ويستخدمونها، فبالضروره ان انت راح تلجأ حق اشخاص متخصصين. احنا راح نروح معاكم فاصل مشاهدينا وراح نكمل حوارنا مع ضيفنا المهندس علي طالب، راجع لكم. رجعنا معاكم مشاهدينا نكمل حوارنا مع ضيفنا مهندس علي طالب، نتكلم عن فكرة الخطة A بلس. الاي بلس، الاي بلس شنو موضوع الاي بلس؟ الاي بلس هي فكرة الحين ان شاء الله بحاول اسجلها، هي نظرية بسيطة انا يعني اكتشفتها في المشاريع والحمد لله ان نقدر نستخدمها في كل الامور. الاي بلس هو تعتمد على كأنه مثلث عندنا نتجه فيه للتفوق والنجاح الدائم. الاي بلس اساسها الاخلاص، لازم يكون عندك اخلاص وايمان كامل بالفكره او المشروع او اي عمل تبي تسويه، فلازم يكون في حب. اذا انت تحب هالشيء راح تقدر تسويه، اذا ما تخلص له يكون في وفاء توأم ما بينك وبينه. بعدين عندنا اللي صعد الاي بلس كدرجه انه نوصل الاي بلس، طبعا هي كتقييم هي معناتها ان 3A او التفوق، خلينا نقول عندنا نحولها الى العربي الاي حرف الالف، يعني لو 3A ثلاث ألف ألف ألف. الألف الأول هو الإخلاص، الألف الثاني هو الإنجاز. شلون أقدر أزيد الإنجاز؟ بإني أنا أخف، ما أقول إن أنا سويت، دائما أستصغر إنجازي. نعم. أستصغر إنجازي عشان إنجازي يكبر. صحيح. عشان أقدر دائما لا توصل لحالة الغرور فيه. عشان لا أوصل بهالشيء. نعم. دائما أقول أنا ما سويت، في غيري سوى أشطر وأحسن. وبتعلم وبطور. دائما أستصغر هذه. الخطوة الثالثة أو العمود الثالث هو الخطأ. دائما أنا أستكبر الخطأ. لما أستكبر الخطأ ما راح اقع في خطا كبير، راح دائما اكون في خطا وايد صغير. طبعا جميله القيم هذه، لما احنا نتكلم ان انت فكرتك لازم يكون فيها اخلاص، لازم يكون فيها ابداع، لازم يكون فيها اقتناع، هذه هي القيم اللي تجمع لي اليوم فكره اقدر انا اطبقها واقول انا اليوم شخص مبدع وتركت بصمه. اللي يحب يتواصل مع اكيد ضيفنا، احنا اذا عندنا عنوان الانستغرام نحطه على الشاشه، كهم معنا على الشاشه مشاهدينا. اللي يحب يتواصل مع المهندس علي طالب، دائما نؤمن بفكرتك ودائما خليك شجاع في تقديمها او في المبادره انك انت تطبقها، لا حد يحس ان فكرتها مو قيمه، كل الافكار قيمه. احنا كذي نشكرك، ختمنا معك هذا اللقاء. يعطيكم العافيه ومشكور على وجودك معنا في برنامج الاستضافه، ويعطيكم العافيه. حياك الله. احنا راح نروح معكم مشاهدينا الكرام الى تقرير واكيد راجعين في برنامجنا مع ضيوف اخرين نورونا في الاستديو.